بيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ صباح مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك واسبوع موفق باذن الله تعالى. لنا وليكم. شكرا لك بزاف عائشه السعيدي. مرحبا. يا ربي يا كريم. انا نعطيك واحد الكعب كيجي على شكل كنديروا به الكيس. اي ان شاء الله. عندنا واحد الكعب فيه نص كيلو ديال الطحين دقيق فرن. اييه. جوج بيضات. جوج معالق الزيت. واخا. سيدر الحليب. ملحه والملح والبزار. وشي معلقة الهريسة إلا بغا اللي بغا اختيارية. تنجمعو الباقات كلها هي كنطحنوها في الروبو اللي عندنا اللي غنديرو بيه صافي. وكنبداو نصايبو لي كخيب. لي كخيب ما كنطيبوهمش ديال غير كنصهدو وكنحطو غير الجل اللي غيتجمعو صافي. كنحطو وكناخدو دوك لي مول الصغار ديال لي مول ديال الكيش الصغيرين صافي. كنلبسوهم تنقطعوهم كنقطعو هذيك القطعة وكنبداو نلبسو دوك لي مول باش كياخذ الشكل ديال هذاك المولي درنا. اييه ان شاء الله. صافي لا باغي كيش تبارك الله الحي العيال كلشي عارف. اي خشوه بغات ديرها غديرها. هنا نديرو جوج بصلات مشلطين. كنديهم ونجيبوهم مزيان مع الزويته وشويه الملح والبزار. تناخذو السديه ديال الدجاج تو كنقطعوه. تنديرو شويه الثومه وشويه المعلقه ديال عطريه الحوت. صافي وكنعمرو دوك الحفيرات ديال دوك الكيش. وكناخذوا لاباري كيش تبارك الله كلشي عارفينها ديال اربعه البيضات و200 غرام ديال الكريم فريش وجوج معالق ديال الدقيق واحد الخماره و100 غرام فرماج احمر. صافي كنطربوا هذا الخليط كله هو وكنعمروا بدوك كنخويو على داك الحشوه اللي عندنا لداخل وكيجيو زوينين هذو كيجيو دخلوا من الفران يعني و دخلوا من الفران ويتحمروا يعطيك الصحة ولا كنقدموهم بالصحة وراحة كيجيو زوينين حتى في مزيان الفكرة. بعد نوبة مثلا ما درناش العجين ديال الكيش ممكن اننا نديرو العجين ديال الكخيب ونديرو بهذاك الشكل. تبارك الله عليك عائشة. عندنا دوك لي دانات دوك لي دانات دوك بحال البانيه ديال عندنا كاس الحليب دافي 25 غرام الخميرة 20 غرام الزبدة دايبة جوج معالق كبار سنيدة جوج بيضات الملحة جوج كيسان الماء اللي بغى يديرهم مالحين يحيد سنيده ماشي مشكل حتى تبقى هاد العجين تنديرو الطحين. الو اييه تفضلي. تنخليو هاد العجين يخمر 10 دقائق عاد كنزيدو عليه الدقيق حسب الخليط تنبداو نغربلو فوق منه دقيق حتى كنكملو المقادير اللي عندنا. صافي وكنحطوه حتى كنخليوه غير شي شويه يخمر ماشي بزاف تنشدوه ونفلحوه بالمدلك تنبقاو نشدو شي طابع يكون مشنف ولا شي شكيل اخر كنطبعوه ونحطوه بالاحسن هاد العجينه ديال الملح يديرو فيها شويه البافو الا بغاو. كتجي زوينه دوك ملي يقطر داك الحلاكه كتقطعي وتحطي صافي تخليه يخمر كدوزي تصايبي الحشو ديالو اللي هو حك ديال الفرماج داك الحك ديال الفرماج ديك السائل حك الفرماج السائل حك ديال الطون او الكفته ولا اللي موجود بصله حتى هو عطريه الحوت والملحه صافي ملي كيطيب كنحلو راه كيجي ساهل في الحله كتعمريه بهاد الفرماج اللي خلطي مزيان مع الطون والبصله كتكون صوفي فيها شي شويه مع العطريه الحوت والملحه كتعمري بها هاد لي زانكين كيجيو زوينين بزاف. كتقدميهم راه كيجيو تيتنفخوا بزاف وكتعمريهم كيجيو زوينين بالنسبه لكوتي الدراري ولا العشاء الوليدات كيجيو زوينين. الله يبارك فيك لاله. تبارك الله عليك. صباحك مبروك. شكرا لك بزاف فتحنا بالمكالمه ديالك لاله. خطاك علينا عائشه السعيدي. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك حبيبي.